نتعرف على المزيد حول هذا الموضوع مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الرباط مع السيد يوسف الحر، وهو المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. سيد الحر، مساء الخير، مرحبا بك معنا في ميديان تي في. مساء الخير سيدي الفاضل. مع اقتراب شهر رمضان، ما هي التدابير التي اتخذها المكتب من أجل ضمان جودة المنتجات الغذائية؟ نعم، أولا تنشكركم على الاستضافة. كيف تتعرفوا، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بلونصا، ومؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة، تقوم بتطبيق السياسة الحكومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على طول، على امتداد السلسلة الغذائية، وتقوم بمراقبة المنتجات الغذائية سواء نباتية أو حيوانية، وشيء مهم وهو كذلك تسليم الرخص أو الاعتمادات لجميع الوحدات اللي تقوم في التزاول في مجال المجال الغذائي. وهذه المراقبة سيدي الفاضل، وهي مراقبة فهي طول السنة، فهي دائمة على طول السنة، مراقبة المجازر، الأسواق، الجملة، أسواق السمك إلى غير ذلك، إلا أن هناك واحد المراقبة اللي هي تتكون موسمية وتنكتفو من الدورات، خاصة في شهر الأبرك ديال شهر رمضان، بحيث أن تنستهدفو بعض المواد الغذائية اللي هي سريعة التلف أو أكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، ويمكنني نتكلم على اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الحلويات إلى غيرها. فهاد اللجان أو هاد الدورات تنقوم بالتأكد من سلامة جودة هذه المواد المعروضة، شروط وظروف تخزينها، وكذلك مطابقتها للمعايير الجاري بها العمل طبقا للقوانين الجاري بها العمل. طيب، في إطار هذه العملية الخاصة بالمراقبة، ما هي الأطراف المتدخلة، الأطراف الأخرى بالإضافة سيد الحر إلى المكتب الوطني؟ نعم، جميل جدا. فاليد الواحدة لا يمكنها أن تصفق، فهذا العمل فهو عمل تنعمله في من خلال لجان مختلطة التي ترأسها السادة الولاة والسادة العمال على صعيد العمالات وصعيد الأقاليم. فاليوم الأمس على صعيد كان هناك الاجتماع على صعيد عمل الصخرة التمارة اللي ترأسه السيد العامل، وتحضروا معنا كل الشركاء، وأخص بالذكر رجال السلطة، الدرك الملكي، الأمن الوطني اللي تنحيهم من هذا المنبر، كذلك المنتخبون رؤساء الجماعات اللي تقومون بواحد الدور كبير، لأنهم عندهم واحد الشرطة إدارية فيما يخص سحب الإعطاء أو سحب الرخص للمحلات التجارية، وكذلك ممثلي كل المؤسسات والوزارات من التجارة والصناعة، من الطاقة والمعادن إلى غير ذلك. اللي بغينا نأكد عليه السيد الفاضل هو أن هذه الدوريات تتكتف وتنخرج للميدان، إلا أن الهدف ماشي دائما زجري، فهناك هدف تحسيسي، لأن هذوك التجار في نهاية الهدف هما كذلك فهو شريك تجاري واجتماعي، إذا تنقوم بتحسيسهم. ولكن إذا تم أن هناك، لاحظنا بأن هناك المخالفات اللي يمكننا أنها تعطي واحد المشكل صحي للمستهلك، فيكون تدخل قوي، وهنا تنفعلوا الصفة الضبطية للمفتشين ديال لونسا، وتنقوموا بالحجز وتحرير المحاضر وإرسالها لوكلاء الملك في المحاكم، قصد اتخاذ اللازم تطبيقا للنصوص التطبيقية والقانونية الجاري بها العمل. نشكرك جزيل الشكر السيد يوسف الحر، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على مساهمتك معنا.